تيارات هوائية أقل حرارة ورطبة تؤثر على العاصمة الليلة واشتداد الأمطار جنوب غرب المملكة نهار الثلاثاء، حيث يتوقع بمشيئة الله أن يكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق الليلة وباردا نسبيا في المناطق الشمالية والوسطى بالإضافة للمرتفعات الجنوبية الغربية، ويتوقع مع مرور ساعات الليل أن تتأثر المناطق الشرقية وصولا للعاصمة الرياض بتيارات شمالية شرقية رطبة للغاية، بحيث تنخفض درجات الحرارة وترتفع نسب الرطوبة بشكل واضح، ويتشكل الضباب على أجزاء من المناطق الداخلية من الشرقية ويشمل بذلك الطريق الواصل بين الرياض والدمام. أما نهار الثلاثاء فيتوقع أن يكون الطقس مستقرا وغالبا مشمس في أغلب مناطق المملكة، ويكون حارا نسبيا نهارا في أغلب المناطق باستثناء أجزاء من شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية، بحيث تكون الأجواء معتدلة في تلك المناطق، كما تبقى فرص هطول زخات من الأمطار على أجزاء من جازان وعسير بما في ذلك المناطق الساحلية منها، بالإضافة لأجزاء من مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد أن تكون هذه الزخات غزيرة في بعض الأحياء ومترافقة بحدوث الرعد أحيانا. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.